متابعينا في السعودية أهلا بكم. نهار اليوم الأربعاء سادت عموم مناطق المملكة أجواء حارة إلى شديدة الحرارة، وتأثرت المنطقة الغربية أو أجزاء من المنطقة الغربية بحالة من عدم الاستقرار الجوي هطلت على إثرها زخات من الأمطار كانت رعدية. بالبداية متعرف على صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة في الصباح الباكر من هذا اليوم، مشيرة إلى وجود كميات من السحب في بعض من أجزاء المناطق الغربية التي تتأثر بحالة من الاستقرار الجوي. انتقالاً إلى خرائط هبوب الرياح من يوم الأربعاء وحتى يوم الجمعة، بنلاحظ استمرار تأثر مناطق الشرقية برياح البوارح والتي تعمل على إثارة الأتربة والغبار. يوم الخميس كذلك الحال، تبقى هذه المناطق متأثرة برياح البوارح، أما منطقة البحر الأحمر متأثرة برياح شمالية تعمل على ارتفاع الموج. كذلك الحال يوم الجمعة وكذلك الحال يوم السبت. ننتقل إلى درجات الحرارة المتوقعة في العاصمة الرياض في هذه الأثناء وهذه الليلة، بتسجل 31 مئوية مع غيوم متفرقة، نسبة الرطوبة 43% وسرعة الرياح 18 كيلومتر في الساعة. انتقالا إلى درجات الحرارة المتوقعة خلال 3 أيام القادمين في العاصمة الرياض، بتسجل نهارا كل من يوم الخميس والجمعة والسبت 45 مئوية وأجواء شديدة الحرارة نهارا، أما ليلا بتنخفض إلى يوم الخميس 31 ليلا، يوم الجمعة 32، ويوم السبت 34 وغيوم متفرقة إن شاء الله. متابعينا ما تنسوا تتابعوا باقي تفاصيل نشرات طقس العرب أو حملوا تطبيق طقس العرب لتعرفوا كل ما هو جديد. إلى اللقاء.